المهمة الأخيرة. سوف أمسك بكم أيها الفضائيون. لن تستطيع، صاروخنا ينطلق أسرع بكثير من سفينتك الفضائية هذه. سوف نرى إن كان هذا صحيحا. القائد فرس النهر، شغل المدافع البروتونية. لن تمسك بنا أيها القائد فرس النهر. هذه مفاجأة جميلة، لا أراكما عادة إلا في الليل. لدينا مهام كثيرة نقوم بها. يوم ميلاد التوأمين سيحل غدا. ما الهدايا التي ستقدمانها؟ هذا سؤال جيد يا بلبلة. هل لديكم اقتراحات؟ يمكنكما صنع هدية لهما أو تعثرا على شيء. هكذا حصلت على كل كنوزي، وهذا أحد كنوزي. وهذا، هل لي بهذا الشريط من فضلك؟ أجل، تفضلي. شكراً يا بلبلة، سوف يكون مناسباً للف الهدايا. علينا شراء الهدايا أولاً يا عزيزتي. مرحباً يا مرحباً يا روزي، يا رومبا، يا كارت. لا تنسى القائد فرس النهر. والقائد فرس النهر. إنهم متأخرون عنا كثيراً يا روزي. أقصى قوة للمدافع أيها القائد. نجحت في إمساك الكائنين الفضائيين رومبا وروزي. أحسنت أيها القائد. كرز، فلتناديني القائد كرز من فضلك. معذرة أيها القائد كرز، أين القائد فرس النهر؟ هل تكفيكما لفة واحدة للهدايا؟ نحن لا نعرف، لم نشتري الهدايا بعد، لا وقت لدينا للأحاديث. أنا أجيد العثور على الأشياء. وأنا أيضاً. هل تتذكر أين رأيت القائد فرس النهر آخر مرة؟ كلا، فقد كنت منشغلاً بقيادة حوامتي. لابد أنه سقط أثناء المطاردة الفضائية. حسناً، عليكم أن تبحثوا عنه فحسب. لكن أين؟ بحثنا في كل مكان. لو عدنا من نفس الطريق فسوف نجده. يا إلهي، للأسف أنا لم أرى القائد فرس النهر منذ أن رأيته معكم. شكراً على أي حال يا بينون. هل فتشت منطقة التنزه؟ لم أجده هناك. لم أجده في ساحة اللعب ولا في المتاهة. آسف يا كرز. لكن اطمئن، فلا أحد أفضل مني في العثور على الأشياء. لا 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 لا. صباح جميل. يبدو أنه ليس جميلاً. مرحباً يا لين، القائد فرس النهر ضاع من كرز. يا إلهي، القائد فرس النهر، إنه دميتك المفضلة، إنه لديك منذ فترة طويلة. لا داعي لكل هذا، ما هو إلا دمية. لابد أن نجد القائد فرس النهر. لنبحث في ساحة الاحتفالات. مرحبا يا كرز. هل وجدتموه يا رفاق؟ لا، ليس بعد، لكننا سنجده. ما الذي تمسك به؟ لا شيء، إنها مجرد صور قديمة. إنها صورك مع القائد فرس النهر. اطمئني يا كرز، بالتأكيد سوف نجده قريبا. وأعتقد أنني أعرف الطريقة. إنها جميلة. لكن ماذا سنفعل بها؟ في العادة يعلق الناس صوراً للمفقودات. فهمت الأمر. إذن حين يرون الصور سيعرفون أنك
تبحث عن فرس النهر. هذا رائع، هيا بنا لنعلقها. هذا جيد. كيف حال الصورة يا فكري؟ حسناً، إنها تسبب لي حكة. ما أقصده، هل وجد أحد دمية فرس النهر؟ في الواقع لا، لم يرى أي شخص دمية فرس النهر. ربما لأنه ليس جديداً ونظيفاً كما يبدو في الصورة. ليتني اعتنيت به أكثر من هذا. لا تقلق يا كرز، أنا واثق أنك سوف تجده. كرز، يمكنك استعارة دبي المحشو الليلة. لكنه ليس. أشكرك يا لين. من القائد كرز للقائد فرس النهر، ترى هل تسمعني؟ أين أنت الآن؟ وجدتم القائد فرس النهر؟ كلا. لماذا كل هذه الجوارب؟ لو لم نجد القائد فرس النهر، لابد أن نصنع لكرز دمية جديدة. مرحباً يا بلبلة، لا أخبار عن فرس النهر؟ أنا أفضل من يجد الأشياء، وبحثت في كل مكان، وجناحاني متعبان للغاية. أستطيع المساعدة. إن كنت مصراً، ربما تنعشني كعكة الجزر. أولاً دعينا نبحث مرة أخرى. كرز، لدينا مفاجأة من أجلك. صباح الخير يا كرز، أنا الكائن الفضائي أسترو. رائع، صنعت الذراعين وأنا صنعت الساقين. أعرف أنه ليس القائد فرس النهر، لكن ربما حان الوقت للتغيير. أشكركم. وجدته، أعرف أنه هو، لقد رأيته. القائد فرس النهر. نعم، أجل أجل أجل. بلبلة، هل أنت متأكدة؟ إنه فرس نهر بخوذة رائد فضاء. هذا هو، لكن أين؟ اتبعوني. لقد أعجبهما كثيرا. بلبلة، كنت محقة، لقد عثرنا على الهدية المناسبة. القائد فرس النهر. معذرة، ولكن هذا يوم ميلاد سعيد أيها الصغيران. أشكرك يا كرز، لكنه القائد فرس النهر الذي تحبه. لم أعد في حاجة إليه، ربما حان الوقت ليحظى به الصغيران. ما الأمر الآن؟ هل يعجبكما أستر الفضائي؟ رائع، أليس كذلك؟ صنعت الذراعين، أنا الكائن الفضائي أسترو. انظر يا كرز، إنهما يحبانه أكثر من القائد فرس النهر. يا إلهي، ليتنا نجد لهما واحدا مثل هذا. حسنا، ربما يمكنكم أن تستبدلوا أسترو الفضائي بالقائد فرس النهر. هل أنت جادة؟ هذا إن لم يمانع كرز. كلا، لا مانع لدي على الإطلاق. انتبهوا يا كل الفضائيين، القائد فرس النهر سوف يقبض عليكم. رومبا، لماذا لم تنم على الأرجوحة؟ ظننت أنه حان وقت التغيير. فهمت الأمر، وأين سوف أنام الآن إذن؟ ستنامين على الأرجوحة. هذا رائع يا رومبا، إنها مريحة للغاية كما أنها ممتعة. طرق لي. ربما سوف أستردها مجدداً الآن. أجل، بالفعل أرجوحتي هي الأفضل على الإطلاق. أنت محق يا رومبا، لا يمكنك أن تتأرجح في السرير. واو واو.
ليلة مخيفة. اصطادني. أحب أن تنام عندي. وأنا أيضا يا روزي أحب أن أنام هنا ونسهر كلنا معا. طبعا، فهنا نلعب هكذا. وقت الحليب. العطش؟ النباتات نسيتها، لابد من أنها عطشانة أيضا. هيا تعالوا لنسقها. استعدي يا رومبا. انظروا إنها أفعى. لا أخاف من الأفاعي. ولا أنا. هيا يا رومبا. ليلة هنيئة. ليلة هنيئة يا روزي. هيا توقف يا رومبا. لم يكن أنا. إن لم يكن رومبا فمن يكون إذن؟ هذا الصوت مضحك. من يصدره يا ترى؟ صوت؟ لا لا، لم أسمع شيئا. ربما روزي تعرف من أين يأتي هذا الصوت. أحدهم يطرق الباب. تعال يا روزي لنفتح ونرى من أتى. يا روزي. أهلا يا بلبلة. أهلا يا بينون. هل سمعتم الصوت الغريب؟ نعم، أليس مضحكا؟ لكني لم أسمع شيئا. أنا سمعت. أتساءل من أين يأتي؟ لا أعرف، لنكتشف هذا. ربما هناك وحش. بثلاثة رؤوس وستة عشرة قدما. له شعر وردي وأصفر. لا 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 لا. لا تصدقيهم يا بلبلة، إنهم فقط يمزحون. لا داعي للخوف أبدا. أخاف؟ من؟ أنا؟ حتى لو كان وحشا سأخفيه بإشارة بلبلية مني. أنا سآتي معكم لأحميكم منه. أنا بخير، في أحسن حالاتي. لا بأس يا بينون، لم يحدث شيء. اطمئن تماما. أنا متأكد أن الصوت قادم من الخارج. أنا سمعت مثله من قبل، ربما في العواصف الرعدية. لكن السماء صافية. صحيح، لا غيوم، لا مطر. لا أحب العواصف والرعد القوي. أنا لا، العواصف تخيفني. أنا لا أخاف العواصف. لا شيء يخيفني أبدا. أين ذهبت بلبلة؟ ها أنت يا بلبلة، ماذا تفعلين هنا؟ كنت أرتب السرير. لا وقت لهذا الآن، هيا لنخرج ونبحث عن مصدر الصوت. ربما العاصفة الرعدية تحت الأرض. لا أظن أن هذا ما يحدث يا بينون، لكن الأرض تهتز.
تعالوا نكتشف الأمر. لا 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 لا، يجب أن نذهب، الظلام شديد. لم يعد كذلك. آخر من يصل إلى الملعب غول قبيح. انتظرني. واو، هذا وقت للعبة. ها، اسمعوا، الحيوانات والألعاب تصدر أصواتاً مضحكة. أتكون هي صاحبة الصوت؟ أخ لا، إن صوتها لطيف وليس قوياً أو عالياً. ها هو مجدداً. بلبولة. أفزعتك؟ نمت وأنا واقف. ولكن ما هذا الصوت؟ إنه أكيد وحش كبير ضخم غاضب. أنا أعرف صوت الوحوش. ما رأيكم لنجرب أن نتبع الصوت ونرى إلى أين سيقودنا بالتحديد؟ من هنا؟ لا يا بلبلة، أنت مخطئة، إنه قادم من التلة. لا 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 لا، ليس من هناك. سيخبرنا فكري صوت من هذا، فهو قادم من جواره. انتظروني. حبات البلوط هي سبب الضوضاء. لكن صوت حبات البلوط منخفض، وهي لا تستطيع هز الأرض أيضا. وكيف ينام فكري رغم الصوت القوي؟ ماذا؟ أين؟ من؟ أهلا بكم. ماذا تفعلون هنا في هذا الوقت؟ إنه منتصف الليل. لم نستطع النوم، صوت غريب ومرتفع يتردد في الأرجاء. لقد اعتقدنا أنه الرعد أو وحش. ها، أخبرني، ألم تسمعه يا فكري؟ لا، أخبروني كيف هو. إنه تقريبا هكذا. بو 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 بو. ليه؟ إنه أقرب إلى أغلي أغلي. وهذا. واو، لين. ليست لين بل فكري. رجاء سامحوني، أنا آسف للغاية. كفى، يكفي هذا الصوت يا فكري، توقف. آسف يا بلبلة، لا أعرف كيف أوقفه. إنه كصوت بطني عندما أكون جائعا. عرفت، إن جذور فكري تقرقر. هل أنت جائع أو عطشان يا فكري؟ حسنا، لم تمطر منذ أيام، لذا قد تكون جذوري عطشانة. هيا جميعا لنسق فكري، فجذوره بحاجة إلى كوب كبير من الماء. آسف يا بلبلة. يكفي هذا يا بينون، دوري الآن. أشكركم جميعا، أشعر بتحسن كبير، لن أصدر أصواتا تزعجكم أو تحرمكم من النوم. وبالمناسبة، ألا تشعرون ببعض النعاس؟ بلى، أنت محق يا فكري، ليلة هانئة. ليلة هانئة لكم. روزي. نعم. جيد أنني لا أملك جذورا لأنني أجوع كثيرا. لكن لو شعرت بالجوع كنت سأكل طعاما كثيرا. ليلة هانئة يا رومبا. ثانية. No, 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 no.
أن نتخلص من هذه الأغراض التي لم نعد نريدها. روزي، ما الأمر يا رومبا؟ أتريد الاحتفاظ بشيء؟ روزي، روزي، رومبا، هل أنتما بخير؟ نعم، نحن بخير، أليس كذلك يا رومبا؟ هذه الأغراض جميلة جداً. احتفظي بها، نتخلص من هذه الأغراض، لم نعد نحتاج إليها. حسناً، شكراً. من المؤسف التخلص من أغراض قد تكون ما تزال مفيدة. مفيدة؟ إنها مجرد نفايات. ولكن نفايات شخص قد تكون كنزاً بالنسبة إلى غيره. أنت محقة، شكراً يا أرزة. روزي. مرحباً يا كرز. تصنع سيارة سباق؟ سيارة سباق؟ هل تبدو هذه سيارة سباق؟ سنضع هذه الأكوام في بيت اللعب حتى يختار كل ما يريد. تقولون أكوام؟ أنا عندي أكوام وأكوام، اتبعيني يا حبات البلوط. مكان لإعادة التدوير، فكرة جيدة يا روزي. أزرار؟ أغطية زجاجات؟ أقصر سريع، نلط نلط رف رف رف. كاد الكيس أن يمتلئ يا بلوطات. كاد يمتلئ. أين أضع إذن باقي النفايات؟ ربما علينا أن نجد طريقة لنجمع نفايات الجميع. فكرة جيدة أخرى. شكرا يا فكري. أصداف، خرز، أزرار لامعة. المئات منها، هل تحتاجين إليها كلها؟ فعلا. إنها تحتاج إلى فسحة كبيرة. أوبس. حسناً، سأختار أشياء لمجموعة النفايات، ولكن من قد يرغب فيها يا بلبلة؟ أنا متأكدة أن أحداً منهم سيجد فيها فائدة. سألقي نظرة يا بلبلة، أظن أن عندي نفايات قليلة أستطيع التخلي عنها. ليس بقدر ما عندك كرز، انظر. هذه ليست نفايات، إنها قطع غيار، أحتاج إليها لخطتي. أي خطة؟ ماذا ستترك لنضيفه لمجموعة النفايات يا فكري؟ أحب أن أساعدكم يا بلبلة، لكن نحن ليس عندنا ما نتخلى عنه. بلى عندكم، أوراقكم تتساقط في الشتاء. صحيح، لكن الأوراق تذبل في الأرض وتصبح غذاءً لنباتات أخرى، فلا يضيع شيء. ليتنا نحن مثل الأشجار يا رومبا. نعم، لكن الأشجار تختلف، لا نحتاج إلا إلى نور الشمس والماء والنسيم اللطيف. نحن نحتاج إلى عربة للنفايات، فقد حال وقت التجميع. لا تهتمي يا روزي، سأطلب المساعدة. ولكنك تحب تصنيع الأشياء. آسف يا رومبا، أنا منشغل، وهذه العربة فكرة مملة. ما رأيك في عربة خارقة بمحرك أسرع من الصوت للنفايات؟ أحب عربة النفايات يا كرز. إنها خارقة
بمحرك سريع. مهما كان اسمها إنها رائعة. لا تنسى أن تحضر النفايات بينون. أظن أنني سأحتفظ بهذا الخشب، لابد أنني سأحتاج إليه. تشجع يا بينون، إن كنت استغنيت عن أشياء فأنت ستقدر. ربما سيبدو بيتي أجمل من دون هذا الخشب. لكن العربة لا. لنأخذ كل الأغراض إلى بيت اللعب. يوه، نجحنا. ياهو، أعرف أن عندي شيئاً إضافياً، ريشاتي القديمة. لا، انظروا. ما هذا؟ العربة أصبحت كومة نفايات. آسفة يا كرز. هيا لنجد مكانا مناسبا لتخزين هذه الأشياء. ما أكثر هذه الأغراض. ليست مشكلة، نفايات شخص كنز لغيره يا رومبا. كل يختار من يعجبه. تعالوا لبلبلة. رائع. أهلا يا سيد روبوت. أمسك بهذه يا بينون. دوري. أريد أن ألعب أنا أيضاً. آسف يا روبوت، لم يكن خطأي، إنها الأكوام، لقد أوقعتني. ما زال لدينا الكثير من البقايا. سيكون علينا أن نرمي بعضها. سيكون أمراً مؤسفاً، لنصنع المزيد من الأشياء المميزة. لكن الجميع أخذوا الأشياء التي يريدونها. ليس الجميع، بقي فكري. فكري شجرة، الأشجار لا تحتاج إلى شيء إلا الشمس والماء والنسيم اللطيف. أنا عندي فكرة مدهشة. يا سلام، ما هذا؟ أهلا يا فكري، لدينا هنا شيء. شيء متميز جدا. لتراه. مستعد؟ ليس تماما، ولكن هيا. نعم. لم أرى شيئا في حياتي كهذا من قبل. ما هذا؟ إنها مصنوعة للريح يا فكري. أو هي عربة خارقة. محركها أسرع من الصوت. العجلات كانت لي. إنها مثلك تماماً يا فكري، لا تحتاج إلا إلى الشمس والماء والريح. لم نرمي أي شيء. أرأيت؟ مثلك تماماً. حسناً، شكراً. إنه أروع شيء رأيته في حياتي كلها، سأحافظ عليه. أرزا قالت إن نفايات شخص هي كنز للغير، سنريح ما صنعنا أيضاً. نعم، يجب ذلك، ولكن ليس الآن. لن أشبع من مشاهدته. المكان أوسع دون الأكوام. آسفة يا رومبا، لا مكان لك هنا. ماذا؟ ليلة هانئة يا رومبا. أنت مضحكة يا روزي. الملك والملكة. رابنزل، رابنزل،
هيا انزلي شعرك. أوه، ماذا فعلت يا بينون؟ ماذا فعلت؟ سأحكي هذا يا لين. لذا رابنزل أنزلت شعرها الطويل من البرج العالي، وتسلق الأمير عليه و... وعاشوا في سعادة إلى الأبد. مرحى. برج أمير وسيم. أوه، شعر طويل. لا 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 لا، سوف أسبقك. بل سأسبقك. ربحت، أنا ملك التل. في الواقع أنت لم تربح يا كرز، بل نحن تعادلنا. لا، أنا ملك الحديقة كلها. حسناً، في هذه الحالة أنا ملكة الحديقة. لا أظن هذا. يمكن أن يكون هناك ملك وملكة، أليس كذلك يا بينون؟ نعم، في كثير من كتب الحكايات. حسناً إذن، لكنني المسؤول. ليس الأمر متعلقاً بالمسؤولية، الملك والملكة يجب أن يتعاونا معاً ويعتنيا بالجميع لتحقيق سعادتهم. حسناً، وماذا يفعلون أيضاً؟ تعد الملكات الفطائر مثل ملكة القلوب. أجيد هذا أيضاً. ويجيد الملوك ركوب الخيل. الملكات يجدن هذا. أنا مثلاً أجيد ركوب الدراجات يا رومبا. أعرف شيئاً كل الملوك والملكات يفعلونه. يعيشون في منازل ضخمة جداً تسمى قصور. قصور. سوف أبني واحداً، وعندئذ سأحكم الحديقة. سوف أبني قصري الخاص، ويمكن للجميع زيارتي في أي وقت. رائع. هدوء. ضوضاء شديدة، هناك من يحاول أن ينام. معذرة، آسفة يا بلبلة. أنا الملك، ليس علي أن أهدأ. حسناً، يبدو لي أنني لن أنام في هذه المملكة الصاخبة. ما أحتاجه هو برج لطيف وهادئ تماماً مثل رابونزل. سأبحث لي عن برج. لما العجلة؟ هل قطعنا شيئاً؟ سأبحث عن مكان لأبني أفضل وأكبر قصر لكل أصدقائي. وأنا أيضاً، سوف تساعدونني، هيا. كلا، سيساعدونني أنا، أليس كذلك؟ ماذا سنفعل؟ أنا لا أعرف أيهما أختار. لا تقلق، أعرف طريقة أكثر عدلاً للاختيار. حسناً، اسمعوا، كل ما عليكم هو اختيار شريط. لو اخترتم الشريط الأحمر فستساعدون روزي، والشريط الأزرق يعني مساعدة كرز. لا تنظروا. روزي. كرز. روزي. روزي. كرز. ليس هذا عدلا، أنت معك ثلاثة وأنا معي اثنان فقط. حسنا، إذن رومبا سيساعد كلينا. هيا بنا جميعا، فلنبحث عن مكان مثالي لبناء القصر. هيا يا رومبا، ساعدني أولا. حسنا. جميلة وهادئة. ترى هل يصلح هذا الموقع لقصرنا يا لين؟ فلنرى. نطاطة ظريفة. لكن لا، لا تصلح للبناء عليها. انظروا إلي. لا، ولا هذا المكان. يا للضوضاء، ما زلت لا أجد الهدوء والسكينة. فلنبني هنا يا روزي. كلا، لا يصلح هذا أيضا. أظن أنه علينا إيجاد مكان آخر للقصر. راية، كل قصر له راية. هيا بنا، هيا إلى المتاهة.
هيا افسحوا الطريق للملك. يبدو أنه لا هدوء ولا سكينة هنا أيضا. ما رأي فخامة الملك؟ لا، لا يصلح لبناء قصر يليق بملك. قنادس الأفضل في البناء. أهلا ميت ومت، هل لا تساعداننا في بناء أكبر قصر في المملكة؟ أجل، نحن الأفضل في البناء. هيا إذن فلنتحرك. إلى أين هذه المرة؟ مكان ليس ظاهر يمكن حمايته. المتاهة. أخيراً أنعم بالهدوء، سأنام لأزداد جمالاً. لماذا طار النوم من عيني؟ هذا هو أفضل مكان لبناء قصر للملك. كارز، لقد وجدته قبلك، أليس كذلك يا رومبا؟ أظنكما وجدتماه معا في نفس الوقت. يتعين عليك أن تجدي مكانا آخر لقصرك. كلا، بل عليك إيجاد مكان آخر لبناء قصرك أيها الملك كارز. فلتشيد القصر سويا. لا، فليشيد كل منا نصفه. حسنا، والنصف الأفضل سوف يحكم كل من في الحديقة. ربما أحدثوا جلبة، لكن الحياة ليست جميلة من دونهم. سأذهب إليهم لكي أرى ماذا يفعلون. نصف قصري يبدو رائعا جدا. ونصفي أيضا. ما الذي يحدث؟ النجدة، لا يمكنني الخروج. ما هذا؟ يا إلهي، بلبلة محبوسة. بلبلة حقا في محنة مثل رابنزل. يا إلهي، من سوف ينقذ أميرة مسكينة؟ أنا أقصد بلبلة. سأنقذك يا بلبلة. لا فائدة يا روزي. علينا أن نتعاون معا فحسب. حسنا، فلنتعاون. فلتصمدي يا بلبلة. النجدة سأنقذك. أنتم أبطالي. فليحيا الملك كارز والملكة روزي. رومبا، ماذا تفعل؟ أنا الآن ملك بيت اللعب وأعد وليمة ملكية. أتحتاج إلى العون؟ نعم أرجوك، سوف تكون وليمة تليق بالملك رومبا. وبالملكة الجميلة روزي. شكرا رومبا. هذا شهي حقاً. شاي مع الملكة. حسناً،
قد انتهينا يا رومبا؟ ها جيد، الآن يحق لرومبا بعض الراحة. زائر. مرحبا يا روزي. ادخل يا بينون. واو، ما الأمر؟ تبدو حائرا يا بينون، فيما تفكر؟ اسمع العزيز بينون، أنت مدعو إلى قصري لنشرب الشاي معا من الملكة. لما الخوف إذن يا بينون؟ هيا احتفل، تحمس. أنت ستشرب الشاي مع الملكة في قصر الملكة. لكني قلق، لم أشرب الشاي مع ملكة سابقا، كيف أتصرف؟ ماذا لو اتسخ فمي بالحلوى أو يدي بالكريمة؟ هذا أمر مقلق. ليس وأنت برفقة الشخصين المناسبين. حقا؟ حقا؟ نعم، سنعلمك كيف تشرب الشاي مع الملكة باحترام. مستعد يا رومبا؟ طبعا أنا مستعد. شكرا، شكرا لكما. لا شكر على. لنبدأ بإنزال رومبا رجاء. عفوا. جيد، لنلقي نظرة عليك. أولا الملابس الأنيقة. حسناً. أنا آسف، لم يعجبني أي منها. أوه، ماذا يعجبك إذن؟ هذه، أحب هذه. هذا ليس اختيارا مناسبا يا بينون. ماذا تقصد؟ انتظر هنا، هيا أرنا الآن. جميل، أنيق. والآن عليك المشي بشكل مستقيم. ماذا تعني؟ تعني عليك أن تمشي كالأسد بثقة كبيرة هكذا. أسد، وافق. يب، هذا أسد عجوز. كل ما يلزمه هو بعض التمرين. تتحسن بسرعة. أنا أبدو غبيا، صح؟ لا أبدا يا بينون، بل تبدو رائعا. تابع المشي نحو أعلى التلة، وهنا الدرس الأخير. هذه أفضل خدعة لي. شاي مع الملكة، من يصدق؟ الصغيرة لين، هل ستحب شرب الشاي مع الملكة أيضا؟ العزيزة لين، أنت مدعوة إلى قصري. بعد ثلاثة. ثلاثة تماما هكذا. هذا صوت رائع، عليك فعل هذا حين تلتقي الملكة. لم أعرف أبدا أن شرب الشاي قد يكون موسيقيا. صحيح، إليك درسك الأخير يا بينون، رجاء كرر بعدي. روزي ورومبا دار حول المدار. روزي ورومبا دار حول. هذا دور بينون. روزي ورومبا أحار الدوار. روبي ورمزة. روزي ورومبا المدار دار. روزي ورومبا دار حول المدار. جيد جدا يا بينون،
لقد نجح. نجحت نجحت. أتعلم شيئا؟ أرى أنك جاهز لترى الملكة. شكرا لكم جميعا. روزي ورومبا دار حول المدار. اسمعوا جميعا، اسمعوا. ما الأمر يا لين؟ العزيزة لين، أنت مدعوة لنشرب الشاي معا في قصري من الملكة. بخير بخير. لما العجلة يا بلبلة؟ أنا مدعوة لشرب الشاي مع الملكة. أنا بلبلة مع الملكة. عرفت أن هذا اليوم سيأتي وسأجلس حول الطاولة الملكية. أوه، وأنت أيضاً؟ العزيزة بلبلة، بعد التحية أنت مدعوة إلى قصري لنشرب الشاي معاً من الملكة. بينون، هل أعطيتني دعوتك؟ ودعوتك يا لين؟ ما الأمر يا روزي؟ أنا أعرف جيداً هذا الخط. لم أعلم أنك تعرفين الملكة. لا أعرفها، أعرف من كتب هذا. ماذا تعنين يا روزي؟ أعني أن هذه من كرز. ماذا؟ لكني تدربت. وأنا لمعت من كاري. هذا ليس لطيفا يا كرز. أوه يا مساكين. هيا اتبعوني جميعا. إلى أين تأخذين الجميع يا روزي؟ إلى قصر جلالة الملكة بالطبع. هيا. رائع، لكن ظننتها كانت خدعة. إذن كم ملكة تعرفين يا روزي؟ واحدة فقط. ها، إلى أين تذهبون؟ سنذهب إلى القصر. قصر الملكة. مهلا، لقد كنت أخدعكم، كانت مجرد مصحة. كن متأكدا أن جلالة الملكة لا تمزح، تحديدا في دعوات شرب الشاي. هل آتي معكم؟ هل تلقيت دعوة؟ لا. آسفون. من هنا؟ أتينا لنشرب الشاي مع الملكة. جلالة الملكة في انتظاركم داخل القصر. ماذا يجري هنا؟ شكراً لقدومكم إلى قصري. تبدين جميلة. وطاولة الطعام. نعم، وفي هذا القصر لا مانع من بعض الطعام فوق الفم والحلوى فوق اليدين. سأفتح. أهلا رومبا. تقصد سيد رومبا. سيد رومبا، هل أستطيع الانضمام إلى حفلة الملكة روزي؟ بالطبع، بشرط واحد. ما هو؟ أيها الصبي، كوب عصير آخر إذا سمح. حسناً، على الفور يا سيدتي. روزي. نعم يا رومبا. أليس رائعاً أن يكون أحدنا ملكاً؟ طبعاً، ألعب الألعاب التي أريد وقتما أريد. نعم، وأنا يوم ومع من أحب فقط. أوه طبعاً، سأربح دائماً لأني سألعب ما أحب. نعم، أفترض. وسأعطيك تاجاً ضخماً وكبيراً وربني مصنع شوكولاتة. لا، بل مصانع شوكولاتة وبركة مثلجات، وسأربي سلحفاة. ما رأيك بأرنب أزرق لا يتوقف عن الثرثرة؟ لا أرنبك هذا. وأيضاً لوز. نعم، بحيرة كبيرة من اللوز. ليلة هانئة يا رومبا. ليلة هانئة يا روزي. بحيرة عسل مع اللوز. الوصول إلى القمر.
واو، إن القمر كبير جدا يا روزي. آه، ترى كيف هي الحياة في السماء؟ سمعت أن القمر مصنوع من الجبن، لابد أنه لذيذ الطعم هكذا. لا أظن ذلك يا رومبا. أوه، كم أحب أن أزور القمر، يمكن أن آكله، أن أمشي عليه، أن ألتقي بسكانه، وأن أقفز في الفضاء. سوف أذهب إلى هناك. ولكن كيف؟ لا أعرف كيف حتى الآن، لكن سأجد طريقة. سأزور القمر غدا مساء. ولكن يا رومبا، زيارة القمر ليست أمرا سهلا هكذا. انطلق غبار القمر. جبن لذيذ. رومبا، أين أنت؟ أوه، لا أصدق، رومبا سيحاول فعلا أن يذهب إلى القمر. هل أنت متأكد أنك ستنجح يا رومبا؟ إن القمر بعيد جدا جدا. أظن ذلك، أستطيع القفز عاليا جدا. سأتدرب طوال النهار قبل أن يظهر القمر. رومبا، ها أنت هنا. وصلت في الوقت المناسب، رومبا ينوي القفز إلى القمر. صحيح؟ نعم، وسأقوم بتدريبات فضائية قبل الإطلاق الفعلي، لذا يجب أن أبدأ. مستعدون؟ 5 4 3 2 1 انطلاق! أوه لا، لا أستطيع القفز عاليا. صفق بجناحيك، هكذا سترتفع. أنا ليس عندي جناحان. رفرف بذراعيك إذن. هيا يا رومبا. أحسنت، رفرف بقوة. اقفز يا رومبا. أعلى أعلى، والآن در. وي. أهلا، هل أنت من سكان القمر؟ هل وصلت إلى القمر؟ هل وصلت؟ ليس تماما يا رومبا. أوه، ليست مشكلة، سأصل إلى القمر بطريقة ما. خطوة كبيرة لرومبا، قفزة كبيرة على سطح القمر. رائع يا رومبا، أنت تبدو كرائد فضاء حقيقي. رائع، سأكل الجبن لأتدرب من أجل القمر. لكن كيف أصل إلى القمر؟ ما هذا؟ تفعل يا رومبا؟ تبدو مضحكا. هذه سترتي الفضائية، أنا ذاهب إلى القمر عندما أجد طريقة للوصول إليه. أنت تحتاج إلى صاروخ. أحتاج إلى صاروخ؟ نعم، وسأصنع واحدا لك. ممتاز، حسنا، ماذا ننتظر؟ عليك أن تسرع إذا كنت ستنطلق الليلة، سيظهر القمر قريبا. صاروخي سيوصلك إلى القمر بسرعة يا رومبا. أنا متحمس للغاية. هل أذهب معك؟ آسف يا كرز، هناك مكان لشخص واحد، وبما أنها فكرتي. لكن ستأخذ دورك عندما أعود. أوه، شكرا يا رومبا. ما رأيك يا بلبلة؟ لا بأس لا بأس. إذن ما الذي يوجد على القمر؟ أنا لا أعرف، لكن أتمنى أن يكون مصنوعاً من الجبن ومليئاً بالسكان اللطفاء والأرانب الفضائية. أظن أن علينا التأكد من ذلك، وسأقوم أنا بهذا العمل. دعوا الأمر لي. واو، بلبلة تطير كل المسافة إلى القمر من أجلي أنا. سأنجح سأنجح، كدت أصل. أنا ذاهب إلى البيت، أين تذهبين في هذا الوقت؟ أوه،
أنا أطير إلى القمر لأتفقده من أجل رومبا. القمر إنه يبعد آلاف الأميال هناك في أعالي الفضاء. هل أنت مستعد يا رومبا؟ نعم، أسرعي يا لين، لقد حان وقت إطلاق الصاروخ. الطريق طويل إلى القمر وقد تشعر بالجوع. أحضرت لك بسكويت القمر وقليلا من العصير. بلبلة، لقد عدت. ماذا رأيت على القمر؟ هل يجب أن أعد شيئا خاصا لرومبا؟ القمر، نعم حسنا، إنه بارد قليلا. لا تقلق، هذه المياه الساخنة ستدفئك. وهناك شمس أيضا ومطر. نظارات، قبعة، مظلة وحذاء للمطر، تفضل، كلها هنا. هل القمر مصنوع من الجبن يا بلبلة؟ نعم، ومن مثلجات الموز والخبز والدراق. حان وقت الانطلاق. المكان هنا مناسب وهو الأقرب إلى القمر، ممتاز للإطلاق. هل أنت مستعد يا رومبا؟ هل أنهيت التدرب؟ هل معك ما تحتاج إليه؟ أجل أجل وأجل. حظا سعيدا يا رومبا، انطلق إلى القمر. شكرا لكم، سأحضر لكم قطعا من جبن القمر. 5 4 3 2 1 انطلاق. القمر. أوه يا رومبا، ليت القمر الحقيقي قريب مثل ذلك الانعكاس على الجدول. إذا كان رومبا لا يستطيع الذهاب إلى القمر، فربما يمكن للقمر أن يأتي إلى رومبا. رومبا أسرع، حان الوقت. وقت ماذا؟ تعال يا رومبا أسرع، الصاروخ جاهز للإطلاق وأنا آتية معك. ولكن 5 4 3 2 1 انطلاق. أعرف أنك غضبت عندما لم تستطع أن تزور القمر يا رومبا، لذا أحضرنا نحن القمر إليك. هل أعجبك ذلك؟ أعجبني جداً، وليمة قمرية شهية أيضاً، هذا رائع. بلبلة، هل كانت مثلجات الموز على القمر لذيذة كهذه؟ في الواقع أنا لم أستطع أن أصل أبداً إلى القمر، لقد كان بعيداً جداً جداً. آسفة يا رومبا. لا بأس، أنا متأكد أنه ليس شهياً بقدر جبننا وخبزنا ومثلجات الموز والدراق أيضاً. يمي، هل خاب أملك يا رومبا؟ لا، هذا القمر أفضل بكثير لأنني زرته مع أصدقائي. روزي، توجد كواكب كثيرة في الفضاء. رومبا، تأخر الوقت كثيرا، وكان يومنا مليئا بالعمل. هذا زحل، توجد حوله حلقات جليدية، والمريخ، واو، المريخ أحمر. روزي، نعم يا رومبا، أود أن أذهب إلى المريخ. الجبن الأحمر يبدو شهياً. أوه يا رومبا.
وعاء الذهب. ثلاثة، أربعة، خمسة. ظللنا بالمنزل طويلا. أتمنى لو أننا نلعب في الخارج. وأنا أيضا، لكن علينا أن نستمتع حتى يتوقف المطر. واحد، اثنان، ثلاثة. ماذا تفعلين يا لين؟ هذا يوم الخبز عند بينون، سيحتاج إلى صينية الفرن. استعرتها منه لكني لا أجدها. توقف المطر، يمكننا الخروج. هاي، نعم. أجل مرحبا. رائع، قوس قزح، إنه جميل. ألوانه كثيرة، أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، وما اللونان الأخران؟ نيلي وبنفسجي. كنت أعرف. لقد سمعت أن في نهايته وعاء من الذهب. وعاء من الذهب؟ رائع، سأبحث عنه. وأنا أيضا. أتعرفون، في أحيان كثيرة يكون البحث أهم من إيجاد الشيء. انظر، نهاية قوس قزح عند ساحة اللعب. والآن فلنجد الذهب. سأذهب لأبحث عن صينية فرن بينون. وأنا سأذهب لأرى إن كان في حاجة إلى المساعدة. لست أنت ولا أنت أيضا، كلكم لا، لا أحتمل البعد عنكم. ترى ماذا تفعلين؟ أنا أختار من بين أوراق اللامعة، وعدت بينون أن أعطيه بعضا منها. لكنني لا أستطيع أن أختار. هذا لطف منك، بالتأكيد لن تندمي. نعم، لكن أيهم أختار؟ اقتربنا، سيكون هذا مدهشا. ماذا سنفعل بهذا الذهب؟ نصنع تيجانا ذهبية. أو يمكننا عده، أو نكون قراصنة معهم صندوق الكنز. ليس علينا سوى أن... ها؟ أين ذهبت نهاية قوس قزح؟ كانت هنا. إنها هناك. هيا بنا. مدهش، لم أعتقد أن يوم الخبز بهذه الضخامة. حسناً، هذا يوم الخبز الكبير. لا شيء أفضل عندي من يوم الخبز الكبير. أرى هذا حقاً. تحتاج مساعدة؟ لا شكراً يا روزي، كل شيء تحت السيطرة. غير أني قد أحتاج المزيد من الطحين. لا تقلق، سأحضره لك. أخيراً، نهاية قوس قزح ووعاء الذهب. أين؟ أنا حقاً لا أفهم، كان هنا لتوه. كلا، إنه في الخلف. هيا قبل أن يتحرك. حسناً، هذه المرة بالتأكيد سوف... كرز اختفى مجدداً. لن نتمكن من إيجاده هكذا. ربما تعرف لينا المزيد عنه، يمكننا أن نسألها. آسفة، لا أعرف كيف أجد نهاية قوس قزح. سمعت حكاية وعاء الذهب من بينون، يمكنكما سؤاله. فكرة جيدة. في هذه الحالة، هل تنزلانها وتعطيانها له؟ بالطبع. ها، مرحبا بينون، هذه من لين. شكرا يا رومبا، أنا أحتاجها ليوم الخبز الكبير، وأحتاج المزيد من التفاح. أنت تعرف أمر الذهب في نهاية قوس قزح، أليس كذلك؟ حسناً، نعم،
لكن أنا لا أعرف كيفية العثور عليه. أوه. سمعت الحكاية من روزي، تستطيعان سؤالها؟ أتود أن نساعدك في جمع التفاح. من فضلكما. شكراً، حظاً سعيداً. وعاء الذهب في نهاية قوس قزح؟ نعم، أنت تعرفين؟ أرجوك قولي نعم. آسفة، لا أعرف كيفية العثور عليه. سمعت الحكاية من بلبلة. أوه، علينا أن نسألها. روزي، أتريدين أن نوصل هذا لبينون؟ من فضلك، نعم أرجوك. أتمنى أن تعرف بلبلة. شكرا لك، الآن فقط أستطيع البدء في يوم الخبز الكبير. ها هي بلبلة. تعالي تعالي هنا. ليس مجددا. سنساعدك. ها هي. أشكرك بشدة. بلبلة، هل تعرفين عن وعاء الذهب الذي في نهاية قوس قزح؟ حسناً، أعرف هذا لكنني... دعيني أخمن، تجهلين كيف نجده وأحدهم أخبرك بقصته. هذا صحيح، فكري حكاها لي. هيا، قوس قزح سيختفي. فكري، كنا نبحث طوال اليوم عن نهاية قوس قزح لنجد وعاء الذهب. سألنا كل من نعرفهم وقالوا إنك تعرف كل شيء عنه. أرجوك قل نعم. أجل، هذه القصة كنت أعرفها منذ أن كنت شتلة. نعم. وآسف لقولي إن نهاية قوس قزح التي فيها وعاء ذهب تعني أن هناك كنزاً بعيد المنال. لكن هذا محال. مهما حاولت بكل قوتك هناك أشياء لا يمكن الإمساك بها. هذا صحيح. الآن قوس قزح اختفى. فلنذهب الآن إلى بيت اللعب، لن نجد وعاء الذهب أبداً. أنا آسف. نحن هنا لنساعدك. شكراً، يبدو أنه سيكون أضخم يوم للخبز في العالم. إنه لجميل أن نأتي لنخبز معك يا بينون. سمعت من فكري أن كرز ورومبا لم يجد وعاء الذهب. هذا مؤسف، أتمنى ألا يحزنا. لقد ساعداني اليوم في جمع التفاح، وساعداني أيضاً في إحضار الطحين، وساعداني أيضاً. وأنا لدي خطة لإسعادهما. أحسنتما، هل وجدتما وعاء الذهب يا ترى؟ لكن فكري قال إن هذا مستحيل. واختفى قوس قزح الآن. صحيح، لكن يبدو أنه ترك لكما شيئا. رائع. حاولتما بجد إيجاد وعاء الذهب ففكرنا أن نصنعه لكما. ولأنكما ساعدتما في صنع كعك التفاح عليكما مساعدتنا لنأكله. أجل. أجل. هذا أفضل حتى من الذهب. انظر يا رومبا، قوس قزح آخر. ألا تريد أن تبحث مجدداً عن وعاء الذهب؟ لا شكراً يا روزي، ما زلت مدخلاً بكعك التفاح من الوعاء الأخير. هذا مؤسف، ما زالت هناك فطيرتين، علي أن آكل كليهما. أظن أن هناك متسع بواحدة أخرى. فعلى أي حال نحن لا نرى قوس قزح كل يوم.